بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، انا زينب غمات، حابه احكي لكم اليوم عن سلال من ورق الموز. طبعا هاي السلال عباره عن منتج، ممكن انه في ناس قبل كانوا هو يعني يجمعوه يحرقوه يكبوه خلاص ما في منه فائده. طبعا انا هاي تعلمت هاي الصنعه اللي يصنع سلال من ورق الموز، وبنصنعها باشكال مختلفه وممكن انه نستفيد منها شغلات كثيره. والفكرة الثانية اللي هو عن دور المرأة في الغور، انه بالايام الزمان كان المرأة ما إلها دور في المنطقة، الا انه هي كانت تنزل بس انه بتساعد زوجها بالعمل بالبستان فقط. بينما في الوقت الحالي طور دور المرأة اكثر من هيك، وصار انه دور إلها كبير، انه البنات يدرسوا بالجامعات ويعني يشاركوا اكثر من هيك، ولهم دور فعال بالمجتمع اللي احنا بنعيش فيه. وخاصه انه احنا من يعني بالايام الزمان ما كانوا يشجعوا المراه تطلع وتشتغل، بينما الان بنشجع المراه انها تطلع وتشتغل. ليش؟ لانه الحياه صارت غاليه، وايام زمان كان الدينار الاردني يعني مبلغ يعني تقدري تفوتي على اي مكان تشتري اي شيء بدك اياه، بينما في الوقت الحالي على سواء على سوبر ماركت صغيره وتدخلي بدينار ما بتشتري يعني سواء شغلات ما بتستفيدي منها. فهذا الاشي اللي خلى انه المرأة دورها يكبر في الغار ويصير لها دور فعال، والبنات يطلعوا يشتغلوا وما كان في معرض من الاهالي مثل ايام زمان. وانا من البنات اللي يعني بختلف يعني من جيلنا، انا طالبة بجامعة مؤتة، بدرس جغرافيا، خريجة هذا الفصل. فمشان هيك يعني انا بأكد على دور المرأة انه لها دور كبير في الغار، وانها لها دور فعال كثير بالمجتمع اللي احنا عايشين فيه. وبرحب وبحيي كل البنات اللي من عمري، وبشجع كل البنات انهم يكون لهم دور كبير في المجتمع وفعال وانهم يشتغلوا. وبحييكم واهلا وسهلا فيكم.